هم الفخار الجماعي مثير للجدل في مدينة المحمدية. جينا عندك اليوم كحق الرد على صاحب المطعم، نعرفوا الحقيقة كاملة من الجانب ديالك الحال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا. هذا المشكل هذا عنده ديال هذا السيد هذا عنده أكثر من سنة. لو في الأول جاء يعني هو فاش فتح يعني تقريبا نقول لك سنة ولا قل شوية ولا أكثر شوية، يعني ماشي شي حاجة كثيرة. جاب واحد الكونتينر كونتينر اللي كيعرفوا دوك 21 بي ولا شنو كيسميو دوك اكبر ما كاين، ما عندوش رويد، عنده غير رجلين، وحطو حبس به الزنقه وبغى يديرو سكن للعساس ديالو مع انها هذه حديقه. انا ما يمكنش لي نسكت لانه الزنقه والحديقه كنتصرفوا فيها كل شيء السكان حتى التجار. كيفاش تسكت على الحاج؟ واش كونك كمستشار ولا كمساكن؟ كساكن وكمستشار. راه وليداتي تزادوا في هذه العماره اللي كتشوف، وعندي الموظفين ديالي، راك شفتي المكاتب، راه كلهم كاين موظفين. على كل حال درنا اللازم، السلطه تحركت معنا الحمد لله، حيدوا ديك هذه الذهب ما عرفين. اول مشكل كان بينكم هذا دابا البدايه بيني وبينه. دابا هو هذيك ما بغاتش تصرف ليه، بقات بحال شي حاجه دابا واقفه لي عقده. هذه شي 6 شهور ولا 7 شهور حتى جاب ولا كيبيع الحوت بالديطاي وكيدير الخضره بالديطاي، ودار ريستورون. والريستورون فين دارها؟ حنايا كون دارهم في الملك ديالو ما كيهمناش، كون دارهم حنا انتم راكم ولاد المحمديه وراكم كتشوفوا في المرصاد شحال كاين من واحد كيبيع الحوت، على الاقل غتكون تما واحد 20 ولا 30 واحد كتبيع الحوت. المحمديه مشهوره، حتى واحد ما عنده شي مشكل، كيشويو الحوت في المحلات ديالهم، كيغسلوه في المحلات ديالهم وكيخرجوه للناس. طيب يعني حتى واحد عندهم دي شوميني في وسط المحل، حتى لا كان شي حاجه كطلع لكم. هذا السيد كنتسناوه بانه غادي يكون عنده محل كيف بحالو بحال الناس. تفاجئنا بانه طوابل حطهم في التروطوار، يعني خد ما خلاش ان سنتيمتر في التروطوار من يدوزوا المره، حيد التروطوار داه كله. هادو في الشارع اللي كيدوزوا فيه الناس. جل هاد الجرده اللي عندنا حنايا دار فيها شوايه ودار فيها الغساله ديال الحوت، وراكم عرفتوا الحوت الا كان كيتغسل اش كيوقع، القشور ديالو، الدبان، الخنز، الريحه. على كل حال هادشي انا كنعاود لكم كواحد من السكان، يعني ماشي ك هاد الناس اللي هادو واحد ثلاثه العمارات اللي هما مساكن مضرورين اون فاس، مشاو حاولوا معاه ما بغاش بطريقه وديه، حاولوا معاه زعما لو ماكسيموم باش يحيد داك الغسيل ديال، لانه خرج الماء روبيني ديال الماء برا، وخرج دار شاريج ودار حتى من الضو خرجوا، حتى من الثلاجه عندها رويد كتخرج وتدخل، يعني الشوايه كان عندها رويد، كل شيء كيخرجوا كيطيب تما في الزنقه. دابا هذوك الناس ملي ما كفاش دابا هذا الشيء اللي دار، اش دار؟ ناض بدا كيصبغ في الزنقه كلها في الشارع، في دارو وفي الدار البيور اللي قدامه اون فاس، حتى هما بدا كيصبغ فيهم باش يدير لون واحد، وباغي بغى يستعمر الزنقه هذيك الجرده كلها. هذيك الزنقه هذيك الجرده كاينه في الوسط جرده، من بعد الا قدرتوا تصوروها، وفي الجناب كاين واحد جوج ديال الممرات. احنا كتجار في شارع المقاومه ما عندناش مين نخدموا، يعني مين نشارجيو ولا نديشارجيو، كندوزو من تما من اللور راه مصوبه. ما كتشارجيوش من الباب الرئيسي ما يمكنش، لانه شارع المقاومه امبوسيبل ديما عامر. كتجي عندك شي كاميو باغي يشارجي كيدوز اللور كيشارجي يمشي في حالاته، كيجي شي واحد باغي يخوي كيدوز يخوي ويزيد، كلهم تجار. اش دار هو؟
دار هذاك الممرات دارهم باركين، ولا كيطلع عليهم الكاميوات ديالو كيبيتهم تما. وراه ما عندهم شي 5 ولا 6 ولا اكثر، يعني داكشي كثير. راه غادي نعطيك شي، راه عطيتك واقيلا شرطك شي تصاور ولا نعطيهم لك. ملي دوينا معاه راه شدهم ودخلهم وفرقهم على الشارع وسدوا كاع كامل. وما كفاش الشارع الطوموبيلات، جاب حاشا كاميو ديال البقايا ما عرف شنو هو، وواحد الزنقه ها هي هنا وسدها بهذاك الشيء. وقال لك انا ندير اللي بغيت في هذه المدينه ونتحدى اي واحد يقدر يوقف في وجهي. ولكن لحد الان راه ناجح، لانه هذه عام وهو كيدير فينا ما بغى. وما السكان، انا ما كنهضرش على راسي كمستشار، مستشار ما عمرني انا حاولت ندخلها كاع. احنا انا من السكان، هو من السكان اللي كاتبين حتى في الامضاء انا راه ما ماضيش معاهم. علاش؟ كنقول لهم ودي سيروا نتوما وخليوني انا هذاك الشيء، لانه غادي يضر لي هالجهه ديال الجامعه، ما الجامعه الله يرحم باكم. الوغ كاين شكاو به الاولى، شكاو به الثانيه، شكاو به الثالثه. شكاو دابا انا هادو، هاد الورق اللي كتشوف قدامك هنايا، عندي 5 شكايات من غير الشكايه ديال البوليس. هادو الشكايه ديالك الحاج ولا ديال الساكنه؟ ديال الساكنه. انا ما كاينش سميتي هنا في هاد، راني صيفطتك واحد 3 وباقي 2 وباقى وحده ديال اللي صيفطوا للشرطه. وغادي يكونوا اكثر، لانه دابا هو اش قال؟ مع انهم هما جاوا لعندي قال لي الحاج غادي توقف معنا في هذه المحنه اللي حنا فيها. انا كمستشار ديال المدينه، انا ما يمكنش لي نقول لهاد الناس ما نوقفش معاكم، يعني هذا ما بقاش ولا واجب. بقيتش انا عندي الخيار. ملي جاوا عندك السكان وقال لك وقف معنا، جيتي اوبليجي باش نمشي معاهم، فين ما مشاو كنمشي معاهم. دابا هذا هو كانه شي حاجه بيني وبينه، مساله شخصيه. شخصيه. ولكن المصيبه الكحله هو نهار شد هذوك الناس الطوموبيلات ديالهم وشرطهم ليهم، هذوك الناس اللي شاكين، مشى لذوك الناس اللي شاكين وداز لهم على الطوموبيلات كلهم شرطهم، الخدامه ديالو ولا هو الله اعلم. على كل حال هذا الشيء اللي كيقول السكان. داروا به شكايه عند البوليس. عاودوا دابا راه المره الاخرى غادي يكونوا هما شي 10 ديال السكان اللي تقدموا، اللي قدمت الشرطه للنائب الوكيل. استمعوا لهم الشرطه وداروا لهم محاضر وقدموهم. وكان تما المحاضر ما كانش باين فيها كاين شي حاجه، ما هياش داك الشيء. عاود هذوك المحاضر كلهم النيابه رجعتهم للبوليس، وعاود ثاني دابا راه كيستمعوا للمواطنين. دابا راه ثاني واقيلا فاتوا، دابا فاتوا 10، لانه 10 الخميس اللي داز كان فيتنا 10. الور دابا فين العدد اللي وصلوا، يعني هما كيصنتوا السكان. اي واحد عنده شكايه مع هذا السيد ايماجين توا صاحبي. انا عندي 28 عام هنا، ما عمرني عندي مشكل مع شي ساكن، وهو عنده عام. ما نهضروش على قبل ملي كان كيدير فريغو، يعني هذاك ملي كان داير فريغو داخل المحل بحالو ومهني راسو ومهني الناس. ولكن نهار دار هاد الشوايات ودار هاد المصيبه وشد الملك العام دخلوا عنده، راك ملي قبل ندخلوا راكم شفتوا، لانه حط الكاميو وبانه حط طوابل وحط معطش داخل القش ودار شي شارج ديال الماء ودار شي داكشي. على كل حال المشكل الكبير ديالو مع السكان، انا واجب عليا نوقف مع السكان. ما حتى باش نقول لك بانني غادي نتخلى عليهم، ما يمكنش تخلى عليهم لانه واجب ديالي، يعني راه دابا ولا فروض عليا. اش غادي نقول لك؟ ما كتستعملش هذه الصفه الحاج اللي قال لنا عليك، انك كتستعمل هذه الصفه ديال المستشار انك كتغضب بها مثلا. كيفاش؟ اش النفوذ ديالك؟ ولكن اسمح لي، انا ماناش نائب، انا غير مستشار. يعني شتي الجماعه راه ملي كنمشي ليها راه كنمشي كمواطن، لانه ان الجامعه شنو الحق اللي عندي في الجامعه؟ هو الدوره ولا اللجنه. من غير الدوره ولا اللجنه ما شي موظف بسيط في الجامعه ما عنديش الحق نهضر معاه، ما عنديش الحق نامره، وحتى لا عندي شي حاجه خصني نقولها للرئيس، والرئيس هو اللي كيعطي اللي كيتصرف. اما هو دارني كانني
انا كان ما عرفتش كندير في هذه الجامعه. الناس راه كل شيء عارف الجامعات كيفاش كيتسيروا، وعارف شكون هو اللي عنده السلطه، وعارف شكون اللي ما في يدو والو. المستشارين اللي ما هماش نواب راه ما في يدهم حتى حاجه، الا نهار الدوره كي يدخلوا كي هذيك الساعه عندهم الحريه. بالنسبه للحاج للرائحه اللي كنا شفنا المنبر اللي كان صور قبل معاه، ربما اننا سمعنا انك طلع شي دخان من تما، واش المحل ديالك هذاك الحاج ولا ماشي المحل؟ هذاك المحل هذاك باركين ديال السكان ديال العماره. يعني ما عندكش به علاقه انت؟ انا ما عندي حتى شي علاقه، هذاك باركين ديال السكان ديال العماره، وكنت حداه يجي ويقول يعني باش عمركم شفتوا شي باركين كيخرج منه الدخان الا لا كان شي طوموبيله شعله فيها العافيه. اما واخا ديماريها راه ما يخرجش الدخان، الدخان راه كيبقى اجي شويه الدخان دار. هو كيهضر على الدخان اللي خارج اللي كيف هذاك الفيديو اللي داير مع شوف تي في ولا شنو، كيهضر على الدخان اللي خارج. كيقول لي شوف 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 الدخان خارج، وانا نتحداه واش باركين كيخرج الدخان للزنقه؟ ماشي ديالك هذاك المحل؟ لا لا، الباركين ديال السكان هذاك ما عندي انا علاقه به. بالنسبه للصناعه ديال لي برودوي شيمي في الحاج اللي عندك، انا كان مستشار مستغل الصيفه دير ما بغيتي. انا كنشري سلعه الباكيه ديالها وكنبيعها في الباكيه ديالها، انا ما كندخلش، ما عنديش حق نحشي الحل. خصك تشريها سو كارونتي وتبيعها سو كارونتي، وما نمشي مسؤول عليها الشركات اللي مسؤوله عليها، حتى لا قدر الله وصل منها شي حاجه اخرى انا ما مسؤولش عليها، لانها الشاري ملي كيشريها كيشريها مسدوده بحال دابا الفرماسيان. يعني انتم ما عندكم هنا لا ديبو. شنو الرساله ديالك الحاج؟ الرساله من خلال هذه المناوشات، واش كنت كتوقع شي نهار انك توصل مثلا مع جارك دابا انا بحكم الجوره ديالكم، واش كنت كتوقع انك توصلوا للحزازات؟ انا قبل لا نلحقوا لهذا الشيء كامل عيطت عليه برا، قلت له يا عبد الرحيم هذا الشيء اللي كدير راه ماشي معقول، الله يرحم لك الوالدين، انت عندك حق كما انا عندي حق في التجاره في المسائل ديالنا، دخل المسائل الشوايه ودخل الغسيل ديال الحوت داخل، وراه الجيران غادي يبعدوا منك، ابعد منهم انت، حيد عليهم هذا الخنز وحيد عليهم هذه الريحه وراهم غادي يبعدوك. واش دابا وجا مع الصيف راه بدا التجاره هذيك ديال الشوايه بدا مع الصيف والدبان، دابا راكم جيتو شفتوا دابا بان الدنيا منقيه، ولكن راه ما بقى راه حابس الغسيل دابا ملي كثروا عليه المراقبه عاد حبس الغسيل. واش انت اللي كتصيفط المراقبه للحاج باش يجيو الغسيل؟ واش انا عندي شي سلطه؟ ما عندي سلطه حتى على شي واحد، انا السلطه الوحيده اللي عندي كساكن. وقال لك انت فين ما كتنوض كتصيفط ليه لجنه؟ ما فهمتش، كتمشي حتى تشكي تخرج لجنه علاش؟ هو مستشار انت؟ انا سبق لي وشرحت لك الدور ديالي كمستشار، حتى شي حق نامر شي موظف عادي. بالنسبه للمخالفات اللي تسببت لي فيهم الحاج، انك خلصت المخالفات على ما اظن ديال السير. انا ما كرهتش توري هذيك الصوره دوزها تبعها، وما بغيتني نهضر حتى مع واحد. هذه الصوره ديال المحل ديال الحاج، مخزن المخزن ديالك ديبو. شحال المده بقات واقفه هنا كتخلص السلعه ديالك؟ من تما كنخوي ومن تما نشارجي، ولينا كنضربوا. شوف تصور من هنا اللور حتى للشارع، عوض من عندنا الخدامه عندهم جوج مترو، ولينا كنضربوا تقريبا 30 مترو باش ندوزوا للجهه الاخرى باش نشارجي ولا نخوي. ولكن بامكانك ثم الحاج انكم تفكوا هذا المشكل سلمي انا كنا كنهضروا، قلت لك قلت لها جا عبد الرحيم حيد هذا الشيء دخلو غسل الداخل كيما داير الماي برا غادي الوسخ. هذا الشيء علاش كيهضروا السكان؟ حيد الوسخ وحيد الريحه وحيد داك الدخان، واش راك بخير مع هادو ونمشيو نطلبوا الصحافه. وين الحاج معروف تفضل. الا كنتو بغيتو ديروا تكملوا العمل ديالكم، المحمديه كبيره، سولوا على فلان وسولوا على فلان، اي واحد قول لي واش تقارن بين هاد الجوج غادي تشوف الجواب.
واش غادي تلقى واحد في المحمديه اللي يقارن بيني وبينه؟ انا ما نظنش. الحمد لله السمعه ديالي انا عندي كذا وسبعين عام، هو كيقول راجل شارف، انا كنفتخر بها، لانه حتى با شرف وحتى جدي شرف وحتى با هو شرف وحتى جدو شرف وحتى هو غادي يشرف. وليداتي تزادوا في هذه المدينه، انا زدت في المحمديه، ولادي في المحمديه، واحفادي في المحمديه، واولاد احفادي في المحمديه، والحمد لله ما عندي حتى مشكل مع شي مواطن في هذه المدينه. واخا الحاج، واحد السؤال اللي بقى محيرني، ديال كونك انك كتمثل واحد المؤسسه او كتنتمي للمؤسسه اللي هي المجلس الجماعي اللي في المحمديه، انك كتشوف واحد الخروج الاعلامي انك كطعن او كتشكك في ديك الرخصه. كنعاودها وكنكررها. اولا اكتشفت بانه الرخص ماشي في نفس العنوان. انت كتشكك في الرخص او متاكد؟ لا، اليوم تاكدت بانهم كل رخصه في عنوان. والثانيين لانه رئيس المجلس مسكين ماشي هو اللي كيخرج يشوف نهار كيبغي يعطي الانستركسيون ديال ديالها، واللي انا كنتهمو بانه ما دارش خدمته. باش تخرج تعطي لواحد الانسان واحد الرخصه على واحد المزاوله ديال واحد العمل، خصك تخرج وتشوف واش هذاك المحل فيه كان الاكستراكتور ديال كل شيء اللي كاين في كاين شارج دايرين، وما عاد خلونا نخدموا، سينو ماشي هما غادي يسدوا لك، راه هما ما كيسدوا لحد، هما عندهم مع الشركات كيقول لي فلان ما تليفريوش، لا اقل ولا اكثر، الا ليفريتو فلان ومهنين. الو حنا باش ناخذوا السلعه اوبليجين نمتثلوا الكاين شارج. إذا غتبقى المسائل مطروحة أمام القضاء وأمام القانون. وهذاك هو، شكون إلا ما حماوناش القضاء وما حماناش السلطة، شكون غادي يحمينا؟ واش كيبان لك داخلين معكم على الخط يعني خدامين السلطة؟ لحد الآن الحمد لله، يعني كيبان لي لا، النتائج حنا كنتسناوها، ولكن كيظهر لي كلهم كيتجاوبوا معنا. اما النتائج باقي كنتسناها، لانه النتائج اشنا هي اللي كنطلب انا كمستشار يعني كممثل ديال السكان، كنطلب تحرير الملك العام، كنطلب يحيدوا الشريج اللي بنى في الملك العام، يحيدوا ليه الروبيني ديال الماء، محول الروبيني ديال الماء، مخرجوا والضوء مخرجوا، غادي يبقى كل نهار يتضاربوا معاه، خصو يحيدوا ليه الماء، يحيدوا ليه الشريج، يحيدوا ليه، يخلوا للناس المارة من يدوزوا. اليوم راه ما كاينش اللي عندهم من يدوزوا، انا نتحدى اي واحد يعطيني 20 سنتيم للناس، ما كايناش، ادى كل شيء، حتى جاب هذاك الشيء حطوا على التروطوار. هذاك الشيء سولنا عليه البارح الحاج، قال لك عنده ترخيص، عطيه ترخيص. لا، حتى واحد ما عنده الحق يعطي ترخيص، شكون هذا اللي عنده الحق يقول ليه شي خذ خذ التروطوار؟ مادام انه كيكذب وثيقه كيقول لك عندي وثيقه في الترخيص. ما عندوش الحق يعطي شي حاجه اللي ماشي ديالو، حتى من المجلس باش يقول لك يعطيه التروطوار اللي هو كامل، التروطوار عنده واحد الحق، إلا كان التروطوار كبير، نقولوا عنده 3 متر ديال التروطوار، يقدروا يعطيوه حتى 2 متر، ولكن ما يعطوش التروطوار كله، هو عنده خد التروطوار كامل، وما خدوش من جهة، خدوا من 4 جوي، من 3 جوي، والجردة داها كاملة، البيش هذاك اللوفو عاطينو ران العناوين ماشي هنايا. يعني الرخص اللي عنده؟ الرخص اللي عنده كاينه وحده. يعني انا اليوم طلعت عليه وحده اللي في هذا العنوان، والاخرين ماشي في هذاك العنوان، وجايبهم معلقهم تما، كيقول لهم انا عندي. ما عندوش وحده ديال شي سيده ما عرفتش عنوان، شي جوج الارقام ولا ثلاثه من غير هذاك، يمكن كانت عندها في جهه اخرى وجات بغات تدخلها تما. لا، اذا الدور ديال السلطات المحليه. الدور انا كان من هذا المنبر كنطلب السلطات المحليه تاكد من العنوان اللي كاين في الرخص، راه ماشي هو هذاك العنوان، كاينه وحده يمكن فيها في هذاك العنوان والاخرين ماشي في هذاك العنوان. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.